بونجور اي بيانفينو سور ما شين سكون اونلاين. مرحبا بكم مره اخرى في قناه سكون اونلاين. ان شاء الله اليوم عاود ثاني غنديروا واحد الدرس في لا ليكتور لا باج 38 بالنسبه للتكست لا موسكي حسن 2. اذا على بركه الله نبداو. اذا دائما بالنسبه لا ليكتور اول شيء كنديروه كنشوفوا لو تيتغ ولا كنقراو لو تيتغ وكنشوفوا الصوره اللي كتكون عندي هنا ولا ليماج ولا الفوتو اللي عندي هنا. عاد كنجاوب على هاد لي كيسيون اللي عندي هنا. عاد من بعد كنقراو لو تيكست. يلا اذا لو تيت عندنا لا موسكي حسن دو وهنا كنشوفوا الصوره شنو فيها. فيها ميت لا موسكي حسن دو اللي عندنا في عنوان. يلا كيلي لو تيت دو سو تيكست. دار السؤال الاول قال لك شنو هو العنوان لو تيت. العنوان يلا قرينا هو لا موسكي حسن دو. هو غنجاوبو غنقولو لو تيتغ دو سو تيكست اي لا موسكي حسن دو. مزيان. لا كيستيون دو ابارتيغ دو لا فوتو من خلال هاد الصورة اي دو تيتغ هذا العنوان سور كوا لو تيكست نوز انفورم تيل اتون افي. يعني قالك من خلال هاد الصورة والعنوان شنا هو المعلومة اللي يقدر يعطينا هاد النص في الرأي ديالك. اذا راه باين عندنا الصوره لا موسكي حسن دو والعنوان لا موسكي حسن دو. اذا غيهضر علينا على لا موسكي حسن دو. هذا النص يعطينا معلومات على المسجد الحسن الثاني. يعني غيعطينا مثلا البلاصه فين كاين والمواصفات ديالو كي داير من الداخل الى اخره. يعني غيهضر علينا بصفات عامه على غيعطينا معلومات على المسجد ولا لا موسكي حسن دو. وغنقولو لو تيكست فا نوز انفورمي سيغ لا موسكي حسن تو. غيعطينا معلومات على المسجد الحسن الثاني. مزيان. دابا نقراو لو تيكست. يلا لا موسكي حسن تو. لا موسكي حسن تو إل سي سيتيي سيغ لو فرون دو مير دو كازابلانكا. إلا إيتي إيريجي دو 1986 à 1993. La mosquée Hassan II est la plus grande mosquée du Maroc. Il est la plus grande de tout le Maghreb. Dans cette mosquée, il y a une salle de prière, une salle d'ablution, une école coranique, une bibliothèque, un musée. La décoration des lieux est entièrement marocaine. Des milliers d'artisans marocains ont participé à la construction et à la décoration de cet édifice national. Ils ont utilisé des matières entièrement marocaines, fresques, zlij, stuc, bois de cidre. Et donc, la mosquée Hassan II se situe sur le front de mer, de Casablanca. Il a été érigé de 1986 1993 بمعنى انه تم البناء ديالو ولا البناء ديالو تم من ما بين 1986 حتى 1993. لا بلو غروند موسكي دو ماروك. يعني اكبر مسجد في المغرب الا سولك شي واحد كتقول ليه هو الحسن الثاني. إلي لا بلو غروند دو تو لو ماغريب. يعني هو اكبر مسجد في المغرب العربي. ملي كتقول المغرب العربي ولا المغرب كنقصدو به الجزائر تونس ليبيا ومصر حتى هي ممكن يكون سميتو ما فيهاش شي مسجد اكبر من هذا. دون سيت موسكي il y a une salle de prière. يعني قال لك في هذا المسجد كاينه واحد القاعه ديال الصلاه, une salle d'ablution ديال الوضوء, اون كول كورانيك يعني واحد المدرسة قرآنية, اون بيبليوتيك مكتبة, ان ميزي يعني واحد المتحف. لا ديكوراسيون دي ليو اي اونتيرمون ماروكين. يعني التزيين ديال الفضاء ديالو ولا الأماكن ولا التزيين ديالو كاملو 100% مغربي. يعني ما كايناش شي حاجة من برا. دي ميلي دارتيزون ماروكان يعني الآلاف ديال الحرفيين المغاربة ont participé à la construction مشاركوا في هذا البناء الى ديكوراسيون وتزيين ديال هذه المعلمه الوطنيه اللي هي مسجد الحسن الثاني. Ils ont utilisé des matières entièrement marocaines. وحتى في البناء ديالو استعملوا مواد. اذا قلنا راه ديكوراسيون 100% مغربي. وحتى في المواد اللي استعملوها زعما
راه مواد مغربيه بالك هي ils ont utilisé des matières entièrement marocaines 100% مغربيه لي فريسك زليج ستوك بوا دو سيدر لي فريسك هو قلنا شي صباغه كتكون على بعض اللوحات ولا سميتو بحال هذا الشكل. المهم زليج راه معروف، ستيك حتى هو تقريبا بالعربيه كيقول ليه الجص، حتى هو واحد الانواع من الصباغه. المهم هنا بوا دو سيدغ هو الخشب ديال الارض، هادشي اللي استعملوا في هذا البناء ديال المسجد الحسن الثاني. مزيان، يلا جو كونستروي لو سونس ماتنو. Se trouve la mosquée Hassan II. Fin qu'est la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II se situait sur le front de mer de Casablanca. Et dans le cadre de la question, on voit la mosquée Hassan II se trouve sur le front de mer de Casablanca. Deuxième. Deux. Quand la mosquée Hassan II a-t-il été construite? Il m'a dit que le masjid Hassan II il a été érigé de 1986 à 1983. Il a été construit entre 1986 et 1993. Combien d'années sa construction a-t-il duré? Sa construction a duré 7 ans. إلا درتي العملية ديال الطرح غتلقى 7 اللي هي 7 سنين. مزيان زيد 3. دابخي لو تيكست دو كي بيس لا موسكي حسن دو سو كومبوستيل، يعني من خلال هذا النص شنو هما المرافق ديال هذا المسجد الحسن الثاني اللي كيتكون منها. إذن إلا بلي غون دو تو المغرب دون سيت موسكي إليا اون سال دو بريير une salle d'ablution, une école coranique, une bibliothèque, un musée, etc. يعني كاينين مرافق اخرين ما كتبوهمش هنا في النص، انا قال لك عطيني غير داكشي اللي كاين في النص. سي كلير تري بيان. اذا غنكتبو لا ريبونس غيكون بحال هكا. ها هو لا موسكي حسن دو سو كومبوز دو، يعني اش هذا كيتكون من الناس اون سال دو بريير، يعني قاعه الصلاه فين كيصليو الناس، اون سال دابليسيون مكان ديال الوضوء، اون ايكول كورانيك مدرسة قرآنية فين كيقراو القرآن، اون بيبليوتيك يعني المكتبة، ان ميزي. تخي بيان. 4. كومون إلا ديكوراسيون دي ليو دو لا موسكي حسن دو، يعني قال لك كي داير ديكوراسيون ديال المسجد الحسن الثاني. إذا لا ديكوراسيون دي ليو إي أونتيغمون ماروكين، يعني هاد ديكوراسيون 100% مغربي، ما كايناش فيها شي حاجة يعني من شي دولة أجنبية، كلشي مغربي. يعني لا ريبونس ديالو غيكون على هاد الشكل. ها هو باش من لا ديكوراسيون دي ليو دو لا موسكي إي أونتيغمون ماروكين، 100% مغربية. زيد جوستيفي تا ريبونس. لا ريبونس يعني التعليل ديال الجواب هو هذا اللي من خلال النص. لا ديكوراسيون دي ليو اي اونتيرمون ماروكي. 5. كي بارتيسيبي او ترافو دو كونستركسيون اي دو ديكوراسيون دو لا موسكي حسن دو، شكون اللي شارك في هذا العمل ديال البناء والتزيين ديال هذا المسجد ديال الحسن الثاني؟ اذا ها هي دي ميلي دارتيزون ماروكان اون بارتيسيبي ا لا كونستركسيون اي ا لا ديكوراسيون. إذا قال لك الآلاف ديال الحرفيين المغاربة هم اللي شاركوا في البناء والتزيين، وغتقول لي في لا ريبونس ديالك هادشي اللي قلنا دابا. دي ميلي دارتيزون ماروكان اون بارتيسيبي ا لا كونستركسيون اي ا لا ديكوراسيون دو سيت موسكي. ندوزو دابا جو رياجي او تكست، يعني اتفاعل مع النص. On dit donc du texte, l'istihana, un fond de camarades sur la mosquée Hassan II. Yani,
عرض المعلومات على الأصدقاء ديالك وأعطيهم معلومات، فيدهم معلومات على هذا المسجد الحسن الثاني بالنسبة اللي ما عارفش، مثلا شي واحد ماشي من الدار البيضاء وما عارفش لاموسكي حسن دوهير كيسمع به، ولاني ما عارفش مثلا المرافق دياله، ما عارفش الطف فين كاين في الدار البيضاء، فهمنا؟ يعني أعطيه معلومات. إذا باغ إكزومبل أش غنقولو؟ لاموسكي حسن دو، هادشي غتقولو مثلا لصاحبك هاد المعلومات، تقول لي لا موسكي حسن دو ا اوفير سي بورت اون 1993، يعني تحل ولا بدا خدام سنه 1993، صافي سالات الخدمه زعما سال البني ديالو وتحل المسجد، يعني حل البيبان ديالو، بداو الناس كيصليو فيه، بدا الناس اللي كيمشيو للمكتبه ديالو كيدخلوا ليها الى اخره، يعني صافي خدامه. سي لا بلو غروند موسكي او مغرب، يعني هو اكبر مسجد في المغرب. هذه راه معلومه مهمه تعطيها لصاحبك تقولها ليه، تقول ليه راه سي لا بلو غروند موسكي دو ماغريب، يعني في المغرب العربي. سي تي ديفيس ماجيستيو ايتان شيف، ايتان شيف دوفر دو لاركتيكتور اي دو ارتيزانا ماروكان، يعني هاد المعلمه راه هي واحد بحال قلتي روعه معماريه، شاف دوفر دو لاركتيكتور اي دو ارتيزانا ماروكان. مزيان، نمشيو دابا دو بريزونت اتي كاماراد دو كلاس دوطخ مونيمون هيستوريك دو ماروك و دا و دو تا ريجيون، يعني قال ليك عرض على الاصدقاء ديالك اللي كاين في القسم واحد المعلمه تاريخيه اخرى اللي كاينين في المغرب، حيت في المغرب تبارك الله راه كاينين بزاف ديال مونيمون هيستوريك ديال المآثير التاريخيه، فتقول لهم شي معلمه اخرى وتوصف عليهم. باغ اكزومبل كاين الكتبيه، كاين جامعه القرويين، كاين باغ اكزومبل المناره، كاين توخ حسان، يعني صومعه حسان، كاينين بزاف. باغ اكزومبل حنا خدينا هنا واحد المثال ديال لا موسكي القرويين، باغ اكزومبل غتقول ليه لا موسكي القرويين ولا مسجد القرويين ولا جامعه القرويين الى بيرل دو فاس، يعني الجوهره ديال فاس وديال المغرب كامل وديال تقريبا نقول ديال العالم، هي الجوهره ديال فاس. الى اتي كونسترويت اون 859، يعني تبنى في سنه 853 باغ فاطمه الفهريه، اذا بنته فاطمه الفهريه. سو سونتر سبيرتييل اي انتيليكتييل، يعني هذا المركز الروحاني والفكري يكون considéré comme la plus ancienne université، يعني كيتعتبر كأقدم جامعة au monde entier، في العالم كله. نعيد، لا موسكي القرويين et la perle de Fès. Il a été construite en 859 par Fatima الفهرية. Ce centre spirituel et intellectuel est considéré comme la plus ancienne université au monde entier. إذن هذا الشيء اللي كان بالنسبة لهذا الدرس، نتمنى تكونوا فهمتوا معنا واستفدتوا معنا، ونتمنى تبارتاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم اللي باقي ما شافوش حتى هو يستفد، ونتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالفيديوهات اللي كنلوحوا بالنسبة لهذا الدروس. إذا هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.